إذن تتواصل العمليات الأمنية والعسكرية المشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية ليومها الرابع في مدينة بنقردان، هذه المدينة الحدودية جنوب شرق تونس والقريبة من الحدود الليبية إثر الهجمة التي تعرضت لها هذه المدينة صباحة الاثنين الماضي من قبل عدد من العناصر المسلحة في محاولة للسيطرة عليهم. تواصلت ليلة البارحة عمليات التمشيط والمداهمة في وسط مدينة بنقردان وأيضا في ضواحيها بمختلف الاتجاهات في محاولات من قبل قوات الجيش التونسي وأيضا قوات الأمن لتتبع العناصر المسلحة في مختلف مناطق مدينة بنقردان، وقد نجحت بحسب مصادر أمنية في القضاء على عدد من الإرهابيين وأيضا في القبض على عدد منهم أحياء، كما تمكنت من اكتشاف عدد من المخازن الأسلحة التي كانت ستوظف في هذه العملية في الجهة خاصة الجنوبية لمدينة بنقردان. آخر الأرقام لوزارة الداخلية في آخر بلاغاتها تحدثت وتقول مقتل 46 إرهابيا هذا منذ مساء الأمس، لأن المصادر الأمنية أكدت أن ليلة البارحة ارتفع العدد دون هذا في انتظار طبعا البلاغ الرسمي، والعادة ما يكون مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وهنا نبين أن هذه العمليات تتم بتنسيق كبير بين وزارتي الداخلية والدفاع في تونس. عدد من الخبراء والمحللين هنا في تونس نظروا إلى هذه العمليات والنجاح السريع كما وصفوه لقوات الأمن التونسي والجيش في القضاء على هذه العناصر بشكل سريع، حوالي يعني في حدود 50 مسلحا تم القضاء عليهم والقبض على عدد آخر في تقريبا في ظرف 48 ساعة، وأشار بعضهم إلى أن بعض القوات وبعض الجيوش الأخرى في العالم لم تكن بهذه النجاعة التي كانت عليها قوات الجيش التونسي وقوات الأمن رغم محدودية الإمكانيات. الوضع الاجتماعي عموما في مدينة بنقردان خاصة صباح اليوم يشبه هدوء حذر تخوفا وتحسبا لعودة اشتباكات في أي جهة من مدينة بنقردان، وكما تلاحظون هنا من خلف الحركة بدت نوعا ما أفضل مقارنة بباقي الأيام الأخيرة إثر هذه العملية، ونلاحظ حتى يعني فتحت بعض المحلات وبعض المخابز فيما تواصل يعني لليوم الرابع على التوالي إغلاق جميع المدارس في مدينة بنقردان سواء المدارس الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، وذلك بحسب تصريحات لعدد من المربين والنقابيين في سلك التعليم حفاظا على أمن الأطفال والأبناء أهالي من التلاميذ الذين يتوجهون إلى المدارس. وهنا نشير إلى أن ابنة أو بنت صغيرة بنت 12 سنة قتلت في هذه العمليات يوم الاثنين الماضي، وهو ما أثار يعني حفيظة كبيرة لدى وأساء كبير لدى أهالي مدينة بنقردان وكل التونسيين عموما وحالة من التعاطف الكبيرة مع هذه البنت. عموما الأحداث قد تتطور في أي لحظة، عمليات التمشيط والمداهمة استمرت كما قلت في مدينة بنقردان وأيضا شملت مدينة جرجيس التي تبعد حوالي 45 كيلومتر عن مدينة بنقردان، حيث داهمت قوات الأمن التونسي ليلة البارحة أحد المنازل وتم إلقاء القبض على عنصرين يشتبه في انتمائهما إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ولهما علاقة بحسب بعض المصادر الأمنية بما حدث في مدينة بنقردان. من ناحية أخرى تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية خالد شوكات أشارت إلى أن أغلب أو كل المشاركين في هذه العملية على مدينة بنقردان هم من حاملي الجنسيات التونسية، كما أن أغلبهم كان يقطن ومستقر في مدينة بنقردان، وأشار أيضا في تصريحاته إلى أن هناك تخوفات من بقاء خلايا نائمة في وسط المدينة قد تستيقظ في كل لحظة. من ما أخذناه من تصريحات لبعض شهود العيان وبعض أهالي مدينة بنقردان خاصة البارحة في أحداث منطقة وادي الرباية التي تبعد حوالي 15 كيلومتر غربي مدينة بنقردان، أحد العائلات التي
وصل إليها عنصرين مسلحين أحدهما جريح في شهادة له، أكد أن يعني في حديثه مع أحد المسلحين الذي طلب منه الماء وبعض الطعام استياءه من أهالي بن قردان لعدم مساعدتهم كما كانوا يعتقدون في السيطرة على هذه المدينة، لأن مدينة بن قردان أو أهالي بن قردان أبدوا يعني منذ يوم أمس حالة من الالتحام الشعبي مع سكان مع قوات الجيش وقوات الحرس في ملاحقة هذه العناصر في كل مدينة بن قردان، وأنتم يعني كما تلاحظون قوات الأمن وقوات الجيش تدور في كل وسط المدينة وكل شوارع المدينة وأيضا في كل ضواحي مدينة بن قردان في عمليات مستمرة لاحظناها في كل مداخل، خاصة في مداخل المدينة الثلاث سواء الشرقي أو الشمالي أو الغربي. هناك تنسيق كبير بين قوات الجيش وقوات الأمن، يعني الحالة هذا الصباح عموما تتسم بالهدوء ولكن هو هدوء حذر. الحركة تحسنت قليلا مقارنة بباقي الأيام، وأنتم كما تلاحظون هذا الشارع الرئيسي لمدينة بن قردان، ولكن في نواحي أخرى من المدينة هناك بعض المحلات التي فتحت والتي كانت مغلقة. هذا الوضع في مدينة بن قردان خاصة بعد الجنازة المهيبة للشهداء الذين سقطوا في هذه المدينة والتي يعني كانت جنازة مهيبة يوم أمس. نترككم مع هذه الصور لمدينة بن قردان.